السلام والترنم وسحر وجمالية أشجار الزيتون المباركة تبعد هذه المنطقة عن مدينة أيتوري بقرابة 15 كيلومتر. هنا الخضرة والماء والوجه الحسن، الهدوء والسلام يطبعان المنطقة. هنا الطبيعة تحكي أسرارا باهرة، جئنا لنروي لكم بعضا منها. منطقة أيت زياد هي منطقة تنتمي لجماعة تديلي مسفوة تابعة لعمالة إقليم الحوز. هي منطقة شبه سهلية، تقرر أن الدار فيها واحد السد، قررت الدولة تدير سد فوق الأراضي ديال الفلاحين ديال منطقة أيت زياد. منذ تسعينات القرن الماضي قررت السلطات إنشاء سد بمنطقة أيت زياد للحفاظ على الموارد المائية، لكن من زاوية أخرى فهذا الأمر يشكل تحدياً ومشكلاً حقيقياً للساكنة. الأوضاع بهذه المنطقة انقلبت رأساً على عقب، ولم نحتاج لوقت طويل لندرك حجم المعاناة وثقلها. قالوا لك راه حنا غادي نديروا السد وغادي تحيد هذه الاراضي هذه، شنو قلتي نتايا؟ انا قلت لهم راه كاع راه البلاد تعطانا نعم هذا الشيء، هاد الناس راه ما قالوا المعقول، راه البلاد عطاها لنا سيدي مولاي الحسن الله يوالاه برحمه الله، صيفط لنا الاساتذه ديالو وعطانا اربعه البلايص، قال لك البلاصه كل واحد البلاصه اللي عجبته يقيد به، شبوره كركور عبيد تابو هنيت، قلنا البراج ما باقي يكون، ملي جا البراج قال لك حبسناهم، قلنا له اودي خصنا معاك خصنا دير معنا شي حل، قال لك اودي خصنا نعبروا ونعرف اش بغينا نعطيكم، هذا الشيء اللي قال لنا، قلنا له هذا الشيء راه صح، ملي قلتوا لنا خصنا تعبروا ونعرف اش بغينا نعطيكم خليناهم تعبروا وحسبوا الزيتون وحسبوا كل شيء هذا الشيء، وما زكاش هذاك الحساب، الزيتون ديال هذا كيديروا على هذاك، الارض ديال هذا كيديروا على هذاك، اش نبروا لينا؟ قال لك ذاك اللي باع في المحافظه في الاول ما شرف التيتر، هذاك يمشي في حالته، مول ذاك اولاد هذوك اللي كانوا باعوا في المحافظه يمشوا لبلادهم، اذا داروا لينا الصداع. هذاك اللي شرف في المحافظه مات، هذاك اللي باع في المحافظه راه مات. وحنا قلنا لهم اودي عطينا التعويضات ديالنا، ما طلبنا لكم حتى شي حاجه. هو عرفتي الضرر اللي غادي يلحق بالساكنه، انه تنزع منها الملكيه ديالها، اراضي منشات سطحيه كل شيء بغا يمشي، مدارس عندك، المساجد عندك، الطرقات عندك، الماء عندك، كل شيء، يعني كيبقى السؤال اللي هو كبير مطروح، فين غادي يمشيو هاد الناس؟ فين بينا نمشيو؟ فين بينا يعني فين بينا عاوتاني نعيشوا حياه اخرى، يعني مثلا وتستقر مع باقي ما عارفينهاش، حيت الباقي ما داروا معنا والو، يعني باقي حنا تنشوفوا غير المشاكل. فهاد الوالدين وروتنا زيت، الوالدين وروتنا زيت، وجدنا اجدادنا فوق هذه الارض، لم نستوعب بعد فكره ترحيلنا، لسنا ضد السد، نطالب بتحديد مصيرنا فقط، يشتغلون ليل نهار لبناء السد، لكن ما زال مصيرنا نحن مجهول الى الان.
خائفون متوترون كأننا فوق سطح غير مستقر. نحن متوترون وعلى أعصابنا، لا نعرف أين سنعيش ولا كيف. هل سيتركوننا نواجه مصيرنا؟ لم نرى أي مسؤول يحاورنا في مصيرنا، لا نعرف هل سيعوضوننا أم لا. نحن خائفون على مستقبلنا. سيجد الساكنة أنفسهم أمام مصير مجهول بعد انتزاع أراضيهم وتجريدهم من ممتلكاتهم مقابل تعويضات هزيلة لن تمكنهم من شق مسار جديد. السد بالنسبة لهم كابوس لم يكن في الحسبان. نطالب بحقوقنا فقط ولا نطالب بشيء آخر. نطالب السلطة بإيجاد حل لنا وتحديد وجهة ترحيلنا. لسنا ضد المصلحة، نحن متفهمون ندرة المياه، نحن بحاجة إلى الماء ولكن نريد حقنا. على الدولة إنصافنا أولا، نحن المتضررين من السد. للمرأة هنا دور مركزي في جميع المستويات، فهي الأم وهي المربية وهي المزارعة وهي العاملة. تقضي المرأة يومها كما يقضيه الرجل. العمل في الحقول قاسم مشترك، ورعاية الماشية وجني المحاصيل والتبضع والنضال كذلك. أنا خائفة من بناء السد فوق هذه الأرض منذ أن جاء السد، ونحن خائفون حزينة. لا أعرف أين سأشتغل بعد بناء السد. نعاني إلى جانب ماشيتنا التي سنفقدها قريبا. ماشيتنا لن تجد ما تأكل. هذه الأرض مصدر عيشي. انظر بنفسك لحالنا وستعرف كل شيء. هكذا هي المرأة هناك، تحمل هم مستقبل أبنائها مثلما تحمل خراج الأرض. وأنا أتمنى يا الله يحمي لكم ولدين الله كان المسؤول إن شاء الله. نتمنى من المسؤولين الالتفات إلى حالنا. هذا واقع مر، ليست لنا حيلة. كل هذه الحقول الخصبة التي ظلت وفية لأصحابها قرون خلت هي معرضة للزوال. ولأجل التخفيف من ضرر هذا المصير المحتم، فكرت الساكنة في الاعتماد على إطار تنظيمي يمثلها وينوب عنها في الترافع والتفاوض، فكانت تنسيقية أيد زياد. وكان لهذا التنظيم دور محوري في منح القضية بعدا إنسانيا وفي إسماع صوت الساكنة خارج حدود المنطقة. البحث عن مكان لإعادة إيواء الساكنة للتحصان وبدات الرغبه فسميتو، اللي هي فتح مسالك طرقيه على ضفتي السد، اللي هي صرف التعويضات يعني بواحد الطريقه اللي هي سلسه وسريعه. رابعا هي المساله ديال 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 البحث عن الحلول او عن اعاده ادماج الفلاحين في نمط اقتصادي اخر، يا اما عن طريق الأرض لإعادة نفس الشكل ولا نفس المهنة ولا نفس النشاط اللي هو الفلاحة. القانون يخول حق نزع الملكية إلى الدولة للقيام بعمليات يفترض أنها ذات منفعة عامة، فيما يوكل للقضاء تحديد التعويضات.
أما الساكنة هنا والتي لا تعترض على مبدأ المنفعة العامة فإنها تطالب بالتعامل مع ملفهم بمقاربة إنسانية أيضا تساهم في ضمان حقها في العيش الكريم. إعلان على المنفعة العامة ده إحصاء قبل، ولكن داروا التجزية، عزلوا منطقة الأشغال وعزلوا الحقينة، ولكن كاين واحد المشكل تما. الإحصاء في النهار حسيتي درت إحصاء واحد، واش الشجرة اللي حسيتيها ليا اليوم صغيرة وحسبتيها ليا ب 700 درهم وانت ما غادي تعوضني على 10 سنين، راه ولات الشجرة كبيرة، راه إنتاج ضيعتيني فيه. إذا أنا بغيت تجدد المنفعة العامة عاود معايا الإحصاء. ونطلب اللي كنطلبوا أولا السكن مقابل السكن، هذا هو الأولاني، والأرض مقابل الأرض. راه إلا ما كانش الأرض مقابل الأرض راه الناس غادي تشرد، لأنه شحال كاع غادي يشد هذا الفلاح الصغير. التعويض أولا تعويض هاد الأثمنة، راه أثمنة هزيلة اللي قالوا لنا الناس غادي يعوضوا بها. شحال غيشد كاع الإنسان في هذا؟ أنا مني وجبد مشات لي الدار فيها 120 متر، واحد 300 وشي حاجة ديال المتروات دايرة بها، درنا ليها عملية حسابية لقينا فيها 8 مليون. واش اش غدير بها؟ ما غاديش لي كساس، ما غاديش لي، خلي هذيك 300 متر وخلي واحد 6 زيتونات ولا 7 زيتونات من وراها. مني وجبد انايا اش غدير ب 8 مليون؟ ما غادير لك حتى حاجة. الا ما كانش الارض مقابل الارض والتعويض المادي باش عاود الانسان يدير مارشي يدير الانطلاقة، راه ما غاديش يكون، راه الناس غادي تشردوا 200%. يلا يلا إذا كان إنشاء السد سيعود على العامة بالنفع كما تقول السلطات، فهو بالنسبة للبعض كابوس حقيقي يقتلع مبررات الحياة من جذورها. خلال جولات التصوير صادفنا حالة إنسانية لامرأة تعاني الأمرين في صمت. السيدة مصابة بمرض عضال يمنعها من التنفس بصورة سليمة، ولولا آلة بحجم ثلاجة صغيرة تلازمها ليل النهار لما تمكنت من العيش يوما واحدا. اسميتي بوستر لطيفة، وانا هي ساكنة في هذا البلاصة اللي فيها هذا السدادة، وحتى انا متضرة من هذا الشيء بزاف بزاف، اكثر من هاد الناس كاملين، لان كيقطعوا عليا الضوء. كان انا عايشة غير بالمولد الاكسجين، كيقطعوا عليا الضوء، تجي لابيلانس كديني من هنا وما كيعبروناش، كيمشي راجلي حتى عندهم فين خدامين، تيهضر معاهم على التقطع ديال الضو، تقول له الخدامه تقول احنا غير خدامين، وما ما جا شي واحد يقول لنا شوف زعما شنو واقع ولا تجي لابيلانس ديني. كنمشي تنتكرفس اي تورير، ما كاين لا اكسجين تما لا والو. المنطقه ديال الاشغال واحد الدوار ديالي من تغريست بالضبط، دابا حاليا عنده لي ترافو في المنطقه ديالو. دابا الدوار كله جالس، الدوار كله بالعيالات وبالرجال وبالدراري جالسين، والقسن والو ما راه تسكن زعما في دارك، راه كاين والو تقي الاليات لي زونجا في الحقول ديالهم تيخدموا بالليل. هذوك تنكره الحس ديال هذوك القروات باش خدامين بالليل. الصداع ديال هذا ديال الاكسجين والمرض والصوت ديال القروات بالليل تيباتوا خدامين، داك الصوت اللي كيدور دوك القروات كيمرضني اكثر. اولا تنحس براسي صافي غاديه، ما عرفناش فين غادي، ما عرفتش فين غاديه انا. بعدا خاصني السكن، خاصني السكن يكون موجود، واش انا عاد غنمشي نبني ولا عاد غنمشي نقلب على السكن؟ عندي الصحه ديال هذا الشيء، وما تيعبروناش ما تيعبروناش، ما عمرهم ما جاوا سولوا هاد العيالات ديال هاد البلاصه شنو خاصو. المطالب ديالي هو اللي كان شي تعويض يكون دابا، وين نمشيو فحالنا دابا الا بغينا نمشيو، ماشي حنا نجلسو يبقاو يتكرفسوا علينا هنايا. انا مريضه، انا ما كرهتش نمشي اليوم، اللي كان شي تعويض نمشي اليوم، وبغيت السكنه تكون موجوده وتكون بهاد تكون وافقاني، ماشي نمشي لشي بارتما ولا. بغيت السكنه تكون يكون فيها فين نخرج وتكون منفسه وتكون
انا الاكسجين ديالي باش عايشه دابا. الا تسدوا هاد الشرجم تيسكت، الا تسدوا الشرجم تيسكت، تسكت لي الماكينه ما تتلقى ما تدور تسكت. تيخصني البلاصه تكون مهويه، تيخصني الدار تكون مصوبه. انا يلا صوبت هاد الدار على قبل المرض ديالي. حنا ما عرفنا المصير ديالنا كي داير، وما عرفناش فين غاديين، وما عرفناش هادشي ديالنا فين غادي. يعني بحال واشي واحد شادك ودايرك خنشا وسد عليك وتهضر فوق راسك، ما عرفتي انت فين كاين. كتسمع غير الهضره ولكن انت ما عرفتيش فين كاين. لحد الان حنا مازال ما عرفناش فين كاينين. حنا مواطنين مغاربه وتنتسناو حقنا من الدوله ديالنا، ولكن الدوله مازال ما دارت معنا والو. عندنا الجو ديال يسدو في البراج، الناس مازال ما توصلوا لا بقولنا مازال ما كاينش واحد اللي سميتو قولونا باش يخلصوا لنا الارض ديالنا ويخلصوا لنا الزيتون ديالنا ويخلصوا لنا المسائل. مازال ما كاينش واحد الاستفاده، راه مازال ما كايناش، والناس خدامين في الاشغال ديالهم، هما المهم الخدمه ديالهم تيديروها، والناس دايرين فيهم بوم زوين. كاين اللي مريض في عقله كاع دابا مسكين، يقول لك اودي هاد الناس بغا يشدوا هاد الشيء ما بغا يعطيونا شيء، ما دايرين معنا شيء. حنا من نهار جا، حنا من نهار جا البار، حنا من نهار سمعنا بالسد، حنا نبداو ذلك انا من نواد ديال الهضره. حنا كنا عايشين في بلادنا بخير وعلى خير، ما خصنا والو الحمد لله، كلشي عايش بخير وعلى خير. يعني حتى واحد ما زلم حتى نهار جاو داروا الاحصاء، الاحصاء ديال اش ديال السد، اش من سد، السد ديال هاد زياد. من تما بداو، من تما بداو المشاكل. كوطنيين نؤمن بما بالمنفعه العامه، لانه مشروع دوله غادي ينفع المناطق المجاوره من اي تورير او مراكش او حنا ما كنكروش هاد المنفعه العامه، بالعكس. ولكن مقابل هذه المنفعه العامه مقابل اش خصنا الحقوق نكتسبوا اولا الحقوق ديالنا. راه ما يمكنش انا نهضر على نفسي، انا ما يمكنش انا نعيش هنا تقريبا واحد 30 سنه او 40 سنه، كاين واحد مولود ثقافي، كاين واحد نسيج ثقافي، كاين واحد الاصل ديال الانسان، وتجي بين عشيه وضحى وتقطع على الانسان من الجذور ديالو. ونقول لك مثلا هاك التعويضات ديالك، وحتى التعويضات ماشي في المستوى. الناس هذه يعني تجي تعطيه كاع انت حتى 50 مليون، نقولوا تعطيه 50 مليون يهبط من هنا لا يتورير، ما عرف ما يدير بها، ما شر ليه دار، يعني ما تشد ليه يعني دار ما يديرش. وكاينين عاوتاني الناس اللي عندهم غير دار، دوك الناس اللي ما عندهم والو عندهم غير الدار، وتلقاهم ثلاثه النفوس، يعني ثلاثه الورطه في ديك الدار وديال التراب. يعني مثلا تبنى السد يعني راه مصلحه عامه، يعني حنا عارفين بلي دابا تغير المناخ وشحال من حاجه، حنا عارفين المصلحه العامه وحنا نساهموا في هذه المصلحه العامه. ونعود إلى الشيخ الحكيم الذي ترك في نفوسنا أثرا عميقا لا يزول. سميتو بلي قلنا لهم ودي هانتوما عبرتي، قال لك لا ما بقى عندنا الأرض، نعطيكم 400 متر. لا أنت فين نديرو ب 400 متر؟ فين باقي الأرض ديال 400 متر؟ قال لك ما بقى غير الأرض السلالة، أنا هذاك دار فيا السم. قال لي شوف إلا ما بقى الأرض ديال المخزون ولا الأرض ما تعطيونا، عطيونا ديال الملائكة. وما هاد الناس راه قلنا لهم أودي راه ما طلبنا لكم حتى شي حاجة، عطيونا غير داك الشيء اللي عندنا. عندي كتار عطيني كتار، عندي جوج كتار عطيني جوج كتار، عندي متر عطيني متر، وعود لي الزيتون ديالي والسلام عليكم. ودخلوا لينا المحامي، اش بينا ندير المحامي؟ المحامي اللي قال لك بيدي 35% ولا 30% ولا المحامي دليل علينا هكا. إذا هاد الشيء الأرض ولات ديال المحامي، اش بغا يحامي علينا المحامي؟ اش بغا يدير لنا؟ وودعنا بابتسامة نقشت أثرها في صدورنا، وودعناه والتاريخ يشهد على بصماته التي نثرها منذ عقود مضت فوق كل شبر من هذه الأرض. أنت